بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 68 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا الأخ أحمد المحمد من الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما هي المسافة المعتبرة لوجوب الصلاة في المسجد؟ وهل الصلاة في المسجد جائزة؟ وقد سمعت وقرأت بأن الصلاة حتى في البيت جائزة بدون الجماعة، وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإتيان إلى المسجد لا يتحدد بمسافة، وإنما يتحدد بسماع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالمعتبر هو سماع الأذان. ولما جاءه عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يطلب منه الرخصة أن يصلي في بيته لما يعرض له من المشقة في طريقه إلى المسجد، قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. في رواية: فإني لا أجد لك رخصة. المدار على سماع الأذان. وأما صلاة الجماعة فهي فرض واجب على كل مسلم، على الأعيان. لا يسع مسلما يسمع النداء وليس عنده عذر يمنعه من الحضور إلا ويجب عليه الحضور، وهذا أمر يكاد أن يكون مجمعا عليه، خصوصا عند الصحابة رضي الله عنهم، حتى قال قائلهم: ولقد رأيتنا، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فلا يسع أحدا أن يترك الجماعة وهو يقدر على حضورها. وقد شغب بعض الصحفيين أو بعض المتعالمين في هذه الأيام بأنه لا تجب صلاة الجماعة كما ذكر السائل، وأن الناس يصلون في بيوتهم، وهذا خلاف الأدلة بل خلاف الإجماع. وقد صدرت ولله الحمد من اللجنة الدائمة صدر بيان في الرد على هذه الفكرة الخاطئة. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يسأل عن صلاة الجمعة: من فاتته صلاة الجمعة وهو في السفر وأدرك التشهد، ماذا عليه؟ وهل تسقط الجمعة إذا كان الإنسان مسافر؟ إذا أدرك مع الإمام ركعة كاملة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها أخرى بعد سلام الإمام تتم له جمعة. أما من أدرك أقل من ركعة، كمن جاء بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع الركعة الثانية، أو وهو جالس للتشهد، إنه يدخل معه بنية الظهر، قد فاتته الجمعة. وأما المسافر فلا تلزمه صلاة الجمعة، لكن إذا حضرها أجزأته عن صلاة الظهر. نعم. هذا السائل يقول: أتيت إلى إحدى الدول للدراسة وبدأت العمل في أحد المطاعم لتغطية مصاريف الحياة، طلب منا صاحب المطعم عدم الأكل من الطعام المتبقي وعلينا القيام برميه في حاوية النفايات. وسؤالي للشيخ: هل يجوز لي أن أستفيد من الأكل المتبقي أم علي رميه في حاوية النفايات، مع العلم بأن الأكل صالح تماما للاستهلاك ومذبوح وفق الشريعة الإسلامية؟ لا يجوز لكم رميه وأنتم آثمون، ولا تطيعوه في معصية الله. هذه معصية أن يرمى الطعام الصالح للأكل وفيه من يحتاج إليه أمثالكم، هذا معصية، فلا تطيعوه في ذلك، وكلوا من الطعام المتبقي الذي يقول لكم ارموه ولا تأكلوا منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل الأذان والإقامة واجبة على المرأة في بيتها؟ فلقد اختلط علينا الأمر بين واجب وغير واجب، وبما أن الصلاة ثاني أركان الإسلام وعماد الدين، نحرص على إتمامها بأكمل وجه. وجزاكم
جزاكم الله خيرا. الأذان والإقامة خاصان بالرجال، أما المرأة فليس عليها أذان ولا إقامة، إنما تصلي بأذان المساجد وأذان المؤذنين الذين هم حولها. نعم. تسأل الأخت يا فضيلة الشيخ عن حكم إزالة شعر الساقين واليدين بالليزر عند المرأة، تقول حيث إن شعر جسمي فوق المتوسط. لا بأس بإزالة شعر الجسم بأي وسيلة كانت، إلا إذا كان الوسيلة ضارة، إذا كانت الوسيلة ضارة فلا يجوز استعماله، أما إذا كانت غير ضارة فلا مانع من إزالة شعر الجسم، مع ملاحظة أنه يحرم على المرأة أن تزيل شعر حواجبها وأن تستعمل النمص، بل إن بعض العلماء يرى أن حتى إزالة الشعر من الوجه أنها من النمص، فعليها أن تتقي الله ولا تعبث بحواجبها. وأما بقية شعر الجسم وإزالته للنظافة والتجمل لا بأس بذلك. نعم. يقول هذا السائل: إذا صلى الشخص ولم ينطق بالشهادتين هل يصح إسلامه وصلاته، مع العلم بأنه نطق بهما بعد الوضوء وخلف المؤذن وفي التشهد، وهل تجب النية للشهادتين؟ نعم، إذا صلى الصلاة تتضمن الشهادتين، إذا صلى الكافر صلاة صحيحة فإنه يحكم بإسلامه، لأن صلاته سيأتي فيها النطق بالشهادتين في التشهد الأول التشهد الأخير. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل فضيلة الشيخ يقول: هل ورد بأن العلامة التي تكون في جبهة الإنسان من أثر السجود تكون علامة من الأقياء والصالحين؟ مدار على القلوب، المدار على القلوب والإخلاص لله عز وجل، ولا يقصد الإنسان أن يكون في جبهته أثر، أو لا يقصد هذا، لكن إذا حصل هذا شيء من هذا هذا علامة خير. قال الله جل وعلا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذا لم يقصد الإنسان هذا وإنما ظهر عليه بدون قصد منه فهذه علامة خير وسيما خير ولله الحمد. نعم. يسأل يقول: الترتيب في الوضوء ما معناه، وما المراد بالموالاة في الوضوء؟ ترتيب الوضوء أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، غسل الوجه، ثم يغسل يديه مع المرفقين، ثم يمسح برأسه والأذنان من الرأس يمسحهما معه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، كما في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا كما جاء في الآية، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأ بما بدأ الله به. هذا هو الترتيب. وأما الموالاة فمعناها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل، لأن يوالي بين غسل الأعضاء، بمعنى أنه إذا فرغ من غسل العضو غسل العضو الذي بعده ولا يتأخر حتى ينشف العضو الذي غسله، فإذا نشف في حالة معتدلة وزمن معتدل فقد فاتت الموالاة. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يسأل يقول: ما هي الكهانة وما حكم إتيام الكهان؟ الكهانة ادعاء علم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والكهان عملاء للشياطين، الشياطين تخبرهم بما تطلع عليه مما لا يطلع عليه الإنس. قال جل وعلا: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء هم الكهان. والكهانة وادعاء علم الغيب كفر وردة عن دين الإسلام، ولا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم، ولا يجوز تركهم، بل يجب منعهم من بلاد المسلمين وإقامة الحد عليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم إذا وجبت الزكاة في حلي المرأة ولا
وليس لديها مال لتخرج الزكاة، ماذا تفعل؟ وما هو القول المرجوح في زكاة حلي المرأة؟ الراجح. نعم، القول الراجح والله أعلم أنه لا زكاة على المرأة في حليها الذي تنويه وتعده لللباس والزينة والاستعمال، لا زكاة عليها في ذلك. ولكن بعض العلماء يرى وجوب الزكاة فيه ولو عدته لللبس، وإذا أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط وإبراء الذمة فهذا شيء طيب. والزكاة إذا لم يكن عند صاحب المال، لم يكن عنده شيء، فإنه تجب الزكاة في ذمته دينا لله سبحانه وتعالى، فإذا قدر على إخراجها يبادر بإخراجها. نعم. يسأل ويقول هذا السائل أيضا من أسئلة فضيلة الشيخ صالح: نحن إخوة لدينا صندوق تعاوني يدفع كل واحد منا شهريا مبلغ 100 ريال. الغرض من الصندوق هو من يحتاج أخذ من هذا القرض ثم يعيده للصندوق، فهل فيه زكاة؟ هذه تسمى جمعية الموظفين، وأنا لا أجيزها لما فيها من الربا، لأن هذا قرض جر نفعا، أنت تقرضهم من أجل أن يقرضوك. قد يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على ذلك أنه لا يجوز اشتراط النفع في القرض، والتقارض هذا بذل نفع من بعضهم لبعض. إذا أردت أن تقرض أخاك اقرضه قرضا حسنا، اقرضه بدون أن تشترط عليه أو أن تدخل في جمعية قرضية، اقرضه احتسابا لوجه الله، وهو يرد عليك القرض إذا أيسر وتحصل على الأجر ويرجع إليك ماله. هذا هو المعروف عند المسلمين. ما هذه الجمعيات فهي كما ذكرنا إنما حدثت أخيرا، و يحصل فيها النفع في القرض من بعضهم لبعض، ولا يقرض إذا كان صادقا أن يقرض المحتاجين الذين لم يدخلوا معهم في هذه الجمعية ليحصل على الأجر. أما أن يقرضهم لأجل أن يقرضوه هذا قرض جر نفع. نعم. الأخ محمد المغامس من الرياض يقول: شخص صلى العشاء إمام ولم يجهر بالقراءة، هل عليه سجود سهو؟ لا يجب عليه سجود سهو، ولكن إذا سجد من باب الاستحباب لا بأس، لأن من ترك سنة من سنن الصلاة استحب له أن يسجد للسهو. نعم. في كل جمعة يرسل لي أحد الزملاء يقول ويكتب بالجوال: جمعة مباركة، أرجو أن تدعو بهذه الأدعية برسالة جوال أو في المنتديات، ما رأيكم فيها يا شيخ؟ هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما كان هذا معروفا ولا واردا في السنة أن المسلمين يهنئوا بعضهم بعضا في الجمعة، إنما ورد شيء من هذا في العيد، عيد الأضحى وعيد الفطر، ولم يرد أنهم يهنئوا بعضهم بعضا في الجمعة. نشر هذا في الجوالات والتوصية بنشره هذا من البدع ومن ترويج البدع. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الأخ السائل يقول: صليت العشاء قصرا مع جماعة يصلون المغرب وسلمت بعد التشهد الأول والإمام قام للركعة الثالثة، هل يجوز فعلي هذا؟ وما الصحيح؟ مأجورين. فعلك هذا لا يجوز، لأنك تصلي خلف صلاة لا تقصر وهي المغرب، وحكمك حكم الإمام تتابعه وتتم الصلاة أربعا، إذا سلم من الثالثة تقوم تأتي بالرابعة في حكم المسبوق. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لي والد في المستشفى ما يقارب من 10 سنوات، ولدينا نحن الأولاد مشاغل وظروف حياتية، وهو في غيبوبة تامة، وجبنا له بخادمة وهو لا يعي شيئا طول هذه السنوات، فبماذا توجهون الأولاد في مثل هذه الأمور؟ ما دام أنه في المستشفى، المستشفيات فيها ممرضون يخدمون المرضى، وإذا أتيتم بخادمة أو خادم، والأولى أن تأتوا بخادم ذكر، الأولى أن تأتوا بخادم ذكر يتولاه ويقلبه وأيضا يساعده في قضاء حاجته وقد يكشف عورته، فأتوا له بخادم ذكر. نعم. فضيلة الشيخ، الأولاد في مثل هذه الحالة ووالدهم في المستشفى لهم أجر عظيم في محاولة يعني الاهتمام به والوقوف معه. لا شك أن هذا من البر بالوالد، سيما عند الحاجة، فهم يعتنون به ويزورونه وتفقدون حاله ويلاحظونه، وإذا جعلوا عنده خادما رجلا تولى شأنه في غيبتهم هذا من البر والإحسان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بأن المعتبر في المناسك هو التمتع، فإذا حج الإنسان مفردا وإذا جاء يوم التاسع هل يذهب حالا إلى عرفة أو يطوف بالبيت؟ ليس المعتبر هو التمتع، الأفضل
الأفضل هو التمتع، وإلا بقية الأنساك معتبرة ومشروعة، وهي القران والإفراد. له أن يحرم بأيها شاء، إلا أنه إذا أحرم متمتعا إنه يتحلل من العمرة، فإذا جاء يوم التروية يحرم بالحج، هذا هو المتمتع، ويكون عليه فدية، فدية التمتع. مثله القارن أنه ينوي عمرة وحجا ولا يفصل بينهما بتحلل، حتى يؤدي مناسك الحج يوم العيد، يطوف ويسعى ويحلق رأسه، وحينئذ يتحلل من إحرامه ويفدي مثل ما فدى المتمتع، لأنه جمع بين النسكين. وأما المفرد فإنه يحرم بالحج من الميقات ويبقى على إحرامه، إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم سنة وليس واجبا، ويبقى على إحرامه إلى أن يحج، يقف بعرفة ويؤدي المناسك يوم العيد ثم تحلل من إحرامه وليس عليه فدية. على أنه يستحب لمن أحرم قارنا أو مفردا وليس معه هدي ساقه من الحل، الأفضل له أن يفسخ إحرامه، أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويعتمر، ثم يحرم بالحج بعد ذلك، ويتحول من كونه قارنا أو مفردا إلى كونه متمتعا، وهذا أفضل. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من إحدى الدول يقول: أنا ولله الحمد تبت من معصية كبيرة، وسؤالي عن التوبة، هل التوبة من تكون من جميع الذنوب أم أنها خاصة بذنوب معينة، وما هي شروط التوبة؟ التوبة تكون من جميع الذنوب، ولكن إذا علمت ذنبا معينا وتبت منه خاصة، إن الله يتقبل منك توبتك من هذا الذنب الذي نويت التوبة منه، تبقى عليك الذنوب الأخرى. أما إذا عممت التوبة وتبت إلى الله توبة صادقة من جميع الذنوب، إن الله يغفرها جميعا، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربك، يعني توبوا إليه وأسلموا له. نعم. يسأل أيضا ويقول: ما الفرق فضيلة الشيخ بين الدعاء والمناجاة؟ الدعاء والمناجاة بمعنى واحد، فأنت حينما تدعو الله تناجي ربك سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. أخيرا يقول في فقرة الله: عندما أقول وأنا أصف الرسول يا حبيب الله، ما حكم أصف الرسول بقولي يا حبيب الله؟ هذا أقل من حقه صلى الله عليه وسلم، رسول خليل الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. تقول خليل الله، محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، وهذا أعلى درجات المحبة من الله لعبده. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي الذي سجل هذا اللقاء، الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله.